بصحة جيدة. بين 20 و30 سنة كيبدأ بانتفاخ ديال المفاصيل ديال اليد. وكاين واحد 7 ديال العوامل اللي هي كتسمى دو موفي برونوستيك، انها لا كانت راه المرض غادي يكون صعيب شويه. لما بديتي بالعلاج مبكرا قد ما تحسني يمكن كاع تبراي. التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن من الأمراض التي تؤدي بالجهاز المناعي لمهاجمة المفاصل مسببة التهابات وتدميرا لها، ومن الممكن أيضا أن يدمر جهاز المناعة أعضاء أخرى في الجسم مثل الرئتين والجلد. وفي بعض الحالات يسبب هذا المرض إعاقة مؤدية إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية. المناعة ديالنا كتعرف الخلايا ديالنا ما كتوصلش لهم، كتعرف العظم، كتعرف الكبد، كتعرف الجلد، كتعرف كل شيء. فهاد المرض كتولي الذات كتصوب شي انواع ديال المناعه اللي ما كتبقاش تعرف ديك الجلود اللي جامعين المفاصل لا مومبران سينوفيال، وكتبدا كطاكيها، كيجيب لها الله بحال راها اجنبيه عليها. دونك هذا هو السبب ديال المرض. دونك وكيوقع التهابات اللي كنسميوها لانفلاماسيون، فيها جوج ديال المراحل، كاينه التهاب حاد ايغو وكاينه التهاب مزمن. كندوي على هذا المشكل ديال الالتهاب، مهم بزاف لانه في ديك المرحله ديال 3 شهور الاولى ديال الالتهاب الحاد كيكونوا جاو غير واحد النوع ديال الخلايا كنسميوهم لي بولينيكليير نوتروفيل اللي كيجيو كيطاكيو هذيك الجلده ديال المفصل. وتما كيكون العلاج عنده واحد المفعول كبير. لدزنا من بعد 3 شهور كيجيو انواع اخرين ديال الخلايا اللي هما لي ماكروفاج لي لانفوسيت، وكيدخلوا كيكولونيزيو ديك لا مومبران سينوفيال، ومن بعد كيولي العلاج صعيب باش نعالجو. غالبا ما ينجم هذا المرض المزمن ذو الألم الحاد والمتواصل عن مهاجمة الجهاز المناعي لنسيج بطانة المفصل الذي قد يمتد ويتطور إلى أعضاء أخرى حيوية بالجسم لا قدر الله. ضف إلى ذلك أسباب وراثية جينية لا يستطيع الطبيب المختص التحكم فيها. كاين بزاف ديال الأسباب. كاين أسباب جينية، هاد الأسباب الجينية هو لا بريزونس ديال واحد لوجين أشيلا دير 4 و أشيلا دير 1، اللي 50% ديال الناس اللي عندهم هذاك لوجين كتجيهم لابولي ارتريت روماتويد. وهنا هذا يعني واحد العامل اللي ما كنقدروش ما عندناش عليه تأثير لأنه جيني. ثانيا كاين عوامل بيئية، التلوث، الدخان، الخمر، الأدوية اللي كاينة في المواد الغذائية وكاينة في اللحوم، وداك الشيء كتقدر تأثر على المناعة ديال الناس وكتقدر ديكلونشي لنا لابولي ارتريت روماتويد. كاين عوامل أخرى بسيكولوجية، بحال دابا بعض المرات كنلاحظوا بأن المرض كيقدر يديكلونشا من بعد وفاة ديال شي واحد في العائلة، يعني انهيار عصبي، أناكوشمون، ولادة، هذه بعض الحالات النفسية كتقدر تهي كتعطينا المرض. وكاين مشكل ديال الهرمونات، كي سير لأن كنشوفوا بأن النساء كيكون عندهم أكثر من الرجال، وكيكون في ديك المنطقة اللي دايرة بسن اليأس لا بيري مينوبوز. الأعراض قد تبدو على هذه الشاكلة: ألم وتورم في المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين، ووجع أو تيبس عام خاصة في الصباح وبعد فترات الراحة، أيضا تورم وألم وسخونة في المفاصل في بداية النوبة. يبدأ بين 20 و50 سنة، دونك في غالب الأحيان بين 20 و30 سنة كيبدأ بانتفاخ ديال المفاصل ديال اليد، يعني أن المفصل كيلتهب، والالتهاب هو أن المفصل كيتنفخ، كيحمر، كيسخن وكيعقر. هادو هما الالتهاب، يعني 4 الحوايج: شالور، دولور، روجور، غونفلومون. دونك وكي يهم هاد لارونجي اللي كنسميهم لي ميتاكاربو فالانجيان،
وهاد لارونجي اللي سميتها لي زانترفالونجيان بروكسيمال ولي بواني، هادو هما اللي كيبداو وكيمرضوا دو مانيير سيميتريك بيلاترال، انهم كيمرضوا ليدين بجوج وبحال بحال، يعني هنا وهنا هنا وهنا، وكيكون واحد لا ريدور ماتينال ان المريض كيفيق مع الصباح كيفيق يديه مشكرفين ما كيقدرش يستعملهم على الاقل واحد نصف ساعه، وكيقدروا يكونوا مفاصل اخرين، مي في غالب الاحيان كيكونوا ليدين هما اللي فيهم المشكل. المرض انا بدا عندي في 1992 ياك، يعني بدا هذا المرض داك الشيء ما خليت فين مشيت، فمشيت لباريس، مشيت لوبيتال كوشان باري، مشيت لاوتيل ديو، مشيت لهنا لجميع الاطباء سميتو هنايا، عرفتي عانيت شي، كنت خدامه ستيل ولا زيتو كيطيح ليا الدوسي كيطيح ليا، بقيت المهم مشيت واحد السيد كان خدام معنا قال لي راه كاين واحد الطبيب يلاه جا من فرنسا كاين وكاين سميتو الدكتور رامي، جيت الحمد لله تبعت عنده، الحمد لله والشكر لله، كنقول الحمد لله والشكر لله، تبعت عنده الحمد لله، وليت شويه عاد وليت كنهز شويه كنخرج كندير لاناتاسون، جلست قد ما بديت بالعلاج مبكرا قد ما تحسني، يمكن قعدت براي انا ما لقيتش اللي داويني باش نسميتو عليه، واخا مشيت لبرا مشيت لفرنسا وسميتو عليه ولكن ما لقيتش، وهذا المرض اش غنقول لكم، لان راه خاص شي واحد يكون حداك اللي ما عطيك وهادي، اما تبطري به ولا تولي الا ميرسي دي زوطري ولا يهزوك ولا يديروك واعر ولا سوفرونس. عادة ما يكون تشخيص هذا الداء بالأشعة السينية إكس رايس على اليدين والأقدام لمن يعاني من آلام بمفاصل متعددة بالجسم، ويستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية في متابعة المرض وأيضا فحوصات الدم. كاين واحد التحليل سميتها لا فيتاس دو سيديمونطاسيون اللي كتبين لنا واش كاين التهاب في الدم ولا ما كاينش، ولا سي ار بي، فكيكونوا طالعين ملي كيكون التهاب ديال المفاصل الروتياني. ثانيا كنقلبوا على واش كاينين هادوك المناعه اللي قلنا كتاكي المفاصل، كيتسموا لي فاكتور ريماتويد ولي زونتيكور انتي سيتريليني، هادو تا هما كيقدروا يكونوا يعني ان المريض راه كيصوب هادوك لي فاكتور ريماتويد اللي كيطاكيو ليه المفاصل ديالو. وعاد كنديروا لا راديو اللي 6 شهور الاولى حتى العام الاول كتكون عاديه ما كتعطيناش شي معلومات كثيره. على حساب هاد المعطيات اللي لقينا كان يمكن لينا نعرفوا واش المرض غادي يكون مرض خطير ولا غادي يكون متوسط ولا غادي يكون مرض خفيف. وكاين واحد 7 ديال العوامل اللي هي كتسمى دو موفي برونوستيك، انها الا كانت راه المرض غادي يكون صعيب شويه وخاص العلاج يكون يعني مادابتي للصعوبه ديال المرض. اولا السن ديال 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 المريض، مثلا واحد بداته لا بولي ارتريت على 40 عام ماشي هو واحد بداته على 20 عام، راه كاين 20 عام ديال المرض وديال العوارض وديال لي زيفي انديزيرابل وديال الفلوس وديال المورال طيح. دونك السن المبكر من لي سين دو موفي برونوستيك. ثانيا النسبه ديال الالتهاب، ديك لا فيتاس دو سيديمونطاسيون لا سي ار بي اللي كانوا طالعين بزاف في الاول حتى هو خصنا نعالجو مزيان. شحال من مفصل كيكون مريض، لا لقينا 4 د المفاصل ماشي هي لا لقينا 20 مفصل. دونك لا كان النسبه ديال المفاصل كثيره اللي مرض كيكون تا هو خصنا نعطيو علاج يكون ادابتي.
عوامل اخرى هو لا بريزونس ديال هذاك لو جين اش ال دي ار 4 الا كان عند المريض، راه غاده تكون واحد المرض شويه صعيب. علاج التهاب المفاصل الروماتويدية المتاح يهدف إلى الحد من الالتهاب مما يخفف الألم ويمنع أو يوقف تفاقم الضرر، ويمكن للعلاج المبكر والمكثف ضد التهاب المفاصل أن يبطئ تلف المفاصل وأن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالإعاقة. أولا الهدف ديال العلاج هو أنه نحيد الألم، ثانيا هو أن نمنع المرض باش ما يهرش المفاصل، وبهذا الشيء كاين ادويه، كاين الادويه العاديه اللي كيحيدوا الالم هما لي زونتي انفلاماتوار، وكاين باراسيتامول، وكاين هادو هما الادويه البسيطه، ولكن هادو ما عندهم حتى شي تاثير على المرض، يقدروا يحيدوا الالم ولكن ما كيحبسوش لا مالادي. وكاين ادويه اللي كنسميهم لي تريتمون دو فون كلاسيك، هما الميثوتريكسات اللي هو اللي كيعالج واحد 90% ديال ولا اكثر ديال هذا المرض، واللي خصو يدار في الاول. الميثوتريكسات يعني دواء سيد لا شيميوثيرابي اللي كانت مديوره للكونسير، واللي لقينا بانها كتعالج لا بولي ارتريت ريماتويد. وهنا واحد واحد ان ميساج للممرضات اللي كيدكوا الميثوتريكسات، هو ان بزاف ديال المريضات كيجي كيقول لك هاد الدواء قالت لي الفرمليه راه ما مزيانش وراه ديال الكونسير، ولا بعض المرات كتقول لها كيدير الكونسير هو النيت وكيدير هادي، وكيولي المريض يقدر يحبس هادوك الادويه لانه غير قالوا ليه شي حاجه اللي ما عندها علاقه مع الدواء. وكاين ادويه اخرى اللي هما لا سالازوبيرين معروفه، وكاين اللي في لينوميد، حتى هو هادو ادويه كنبداو بهم في غالب الاحيان الا جا المريض في ديك 3 شهور الاولى 6 شهور الاولى بهاد الادويه وشويه ديال الكورتيكوثيرابي، يعني المرض كيتحبس وي اون اريف افوار دو تري 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 بون ريزولتا، وما كنحتاجوش ندوزو لادويه اخرى اللي عندها واحد الثمن غالي وكيحبسوا لنا لي ديستريكسيون. شي 25 عام وانا كنسواني كندير الدواء ديالي ما كنقطعوش، ديما كندير الدواء ديما، كندق لي باري كنشرب الفانيت ما كنقطعش الدواء ديما من الوقت لوقت. قريب دابا كندير واحد الدواء كيدير 3 المنيول و 112000 ديال 3 شهر، وعاد الدواء ديالي الاول تا هو كنديرو 30000 ريال 3 شهر. مكلف. من بعد الادويه الكونفونسيونيل كاينه ادويه اللي كنسميوها لي بيوثيرابي، وهاد لي بيوثيرابي هما ادويه دي زونتيكور، وشنا قبيلة بأن المرض راه مشكل ديال المناعة، فهادو دي زونتيكور اللي كنعطيوهم باش يبلوكيو دوك لي زونتيكور اللي كيعطيو المرض، دونك غاليين بزاف لأن أدوية ديال لا روشيرش وداكشي كاين اللي كيسوى 7 المليون، كاين اللي كيسوى 8 المليون، 10 المليون في السنة، دونك عندها واحد الثمن غالي. اللي لا شنا المريض في الاول وعطينا غير هذيك الادويه اللي دوينا عليها في الاول ما يحتاجهمش، تقريبا 1% ديال المرضى اللي كيحتاجوا لهاد لي بيوثيرابي. هاد الادويه كلها سي دي زيمينو سيبريسور كيوركو على المناعه، حيت ما كنخليوش المناعه، حيت المناعه هي اللي كتهرس المفاصل كنوركو عليها، دونك لي زيمينو سيبريسور ادويه اللي كتهبط المناعه كتعرض للميكروبات. هذا اول شيء هو انه المريض كيولي معرض للميكروبات لي زانفيكسيون بيلمونير اورينير اكسيتيرا، دونك خصو مراقبه. ثانيا الكورتيزون، الكورتيزون كتقدر تعطينا شويه ديال هشاشه العظام، يا
يعني لا استعملها المريض، وبالاخص لفتنا 7 الميليغرامات في النهار على واحد المده طويله 10 سنين 15 عام، يقدر تكون شويه هشاشه العظام. ولكن ملي كنشوفوا المريض اللي غادي يعوج وليه يديه وغادي يولي اونديكابي، وعبرنا معاه غادي تجي هشاشه العظام على 20 ولا 30 عام، يعني يا با فوتو كنعطيوه الكورتيزون باش ما يعوجش. كيقدر يعطي شويه السكر، لان الكورتيزون كيرجع لي زاسيد زاميني من الكبده كيرجعهم السكر، دونك كيقدر يطلع واحد شويه السكر. وكاين شويه ديال المشكل ديال لانسيفيزون سيرينال، الدات ديالنا كتصوب الكورتيزون كل نهار، وهذاك الكورتيزون اللي كنصوبوه ملي الواحد كياخذ دواء ديك الغده ديالنا ما كتبقاش تصوب، كتحبس. دونك المريض اللي كياخذ الكورتيزون ما كيصوبش الكورتيزون ديالو الطبيعيه، فلحبس الكورتيزون هو من دايتو لراسو كيدير لانسيفيزون سيرينال اللي كتقدر تقتل، كيمشي المرض في الكوما. ادويه اخرى ديال المستقبل من غير البيوثيرابي هما واحد لو فاكسان، يعني بحال الفاكسان اللي كنديروا على غريب كاين ان فاكسان كناخذوا عاوتاني هذاك لو تينف، هذوك لي سيتوكين كناخذوا منهم واحد الطرف وكندقوه للمريض، والمريض كيبدا كيصوب دي زونتيكور ديالو لراسو، يعني ما يحتاج ياخذ هاد لي بيوثيرابي، كيولي هو كيصوبهم لراسو. هادو ادويه داخلين في لا ريشيرش. وكاين ادويه اخرى هما كنستعملوا واحد الخلايا ديال الدم اللي هما لي لانفوسيتي ريغولاتور، كيريغيليو المناعه، حيت هاد المرض بحال المناعه كتطلق وما كتبقاش تحبس، دونك هادو كيريغيليو المناعه حتى هما في لي زيتود. واخيرا كاين واحد لي سيلول كنسميهم لي سيلول ميزانشيماتوز، كناخذوا من النخاع من العظم ديك المخ ديال العظم فيه هاد الخلايا سوش، هاد الخلايا هي كتقدر تولي اي حاجه، كتقدر تولي قروج، تولي عظام، تولي مومبران سينوفيال، تولي اي حاجه، غير كنعطيوها دوكا سميتهم دي فاكتور دو كرواسونس، وكتقدر ترومبلاسي لنا داك القروج اللي تكال ولا ترومبلاسي لنا هادو. ساج اخر عاوتاني بغينا نصيفطو الناس ديال لا ميتشيل اللي كيعطيو مرض مزمن ولا ما كيعطيوش لاكور ديال مرض مزمن، راه ملي كنعمروا المريض عنده بولي ارتريت ريماتويد كيطلبوا ليه لي راديو تحاليل باش يشوفوا واش عنده مرض مزمن. السنه الاولى كيكونوا التحاليل نيجاتيف ولي راديو نورمو وكيرفضوا ليه المرض المزمن. حنا راه ما كنعطيوش الميثوتريكسات والكورتيزول لواحد المريض غير بغينا نعطيوه ليه غير هكاك، راه عنده مرض مزمن ولا عالجناه في الاول مزيان، راه الناس ديال الميتويل كيقتصدوا على لي بيوثيرابي اللي كيسوا 10 مليون 15 مليون، دونك يخليونا نخدموا ويثقوا في الاطباء الاختصاصيين بانه راه حنا كناخذوا بعين الاعتبار جميع المعطيات وكنخدموا لصالح ديال المريض، هو اللي كيهمنا هو الاول، ما كندخلوش في معطيات اقتصاديه ولا معطيات اخرى. لا يمكن للمفاصل الملتهبه ان تتحمل نفس القدر من الضغط الذي تتحمله المفاصل السليمه، وقد تصبح حركات الدفع او السحب او الالتواء مؤلمه، لذا تجنبها. فالنصائح اللي يمكن لنا نقولوا في هذا المرض هو انه يعني ان الناس يكونوا عارفين ديجا هذا المرض راه كان مرض اللي كان ان فاتاليتي اللي جاه لابولي ارتريت ريماتويد قبل التسعينات راه كان كيعوج. دابا حاليا كاين ادويه اللي عندها مفعول كبير باش المريض يكون يعيش حياه طبيعيه
ما كيتهرسوش ليه المفاصل ديالو، ويمكن النساء كيمكن ليهم يولدوا، كيمكن ليهم يديروا كل شيء، ما كاينش شي مشكل. كنقادوا الدواء، كنحبسوا الادويه قبل الحمل، يعني ان عندنا دي باسيونت اللي هو عندهم وليدات ديالهم وكل شيء، يعني انه كيولي المريض عايش حياه عاديه، غير خصو يجي يدوز التشخيص المبكر، وخاص الاخوان اللي كيديروا الطب العام لي زومني براتيسيان انهم يوجهوا المرضى عند الاطباء الاختصاصيين لي روماتولوج، لان كاين بزاف د الاطباء اللي كيديروا هذا الشيء، يعني واحد جراح كيدير لا روماتولوجي زعما ماشي الخدمه ديالو، وهادو هما المسائل اللي كتسبب بانه المريض ما كيداواش مزيان، وكيوقع لنا هذا المشكل ديال خصنا ندوزو لي بيوثيرابي ولي ديستركسيون داكشي. لأنشطتك اليومية المفاصل الكبيرة أقوى من المفاصل الصغيرة، ادخر المفاصل الأصغر والأضعف للوظائف المحددة التي لا يمكن لغيرها القيام بها، وادعم المفاصل الكبيرة حيثما كان ذلك ممكنا. احنا الان كنتواجدوا في المركب الثقافي الحسن الثاني من اجل مناظره حول التبرع بالاعضاء، منظمه من طرف المجلس العلمي، واللي هي واحد مبادره مشكوره وكبيره جدا ومهمه في هذا المركز الثقافي، وحنا ان شاء الله الان في صدد بدايه في هذه المحاضره. مرحبا بكم. عقد بالعاصمة الاقتصادية مناظرة كان شركاؤها من السلطات المحلية والمجلس العلمي وثلة من الأطباء المختصين في مجال الكلى والتصفية، هدفها الرئيسي التبرع بالأعضاء. عافانا وعافاكم الله، دمتم في صحة جيدة.